مرحبا واهلا وسهلا فيكم جميعا. اليوم راح تكون لعبة جديدة اسمها Angry Birds VR. كثير صراحة عجبتني اللعبة، مسلي يعني، اللي حابب يتسلى يضيع وقت مسلي كثير، وكمان يعني بتشوف الشخصيات قدامك كثير حلو، بطريقة كثير حلوة. خليني اورجيكم جزء بسيط. شوفوا اشكالهم يعني بسيطة، لازم نضرب طبعا الخشبات، نوقع الخضر، بس اهم شيء نوقع الخضر. منها ممكن تاخذ 30 جنيه، توقف بس ضربة واحدة. شوف كيف قاعد. الحلو انه بعد مع الوقت بتصير تقدر تطلع فوق يمين يسار، تشوف المكان كامل يعني. فنحن نروح نضرب التي ان تي. جد احلى من الموبايل كثير بكثير. فهم بقول لك شو بتقدر تتنقل، تشوف من مكان لمكان، تروح هناك. يعني ناخذ زاوية مثلا ما يكون فيها نقاط ضعف اكثر يعني. شوف الغلطة هاي. نصمم هذا المكان. يا سلام. سريعة كمان يعني. سريعة كثير اللعبة. شوف لنا هذا الخشبة اعتقد. يا سلام ضربة واحدة. ممتاز. نجرب غريب. نضربه هو نفسه احسن. ايوه خلاص. فهاي مراحل الخشب بشكل عام. في مراحل ثانية خلينا نطلع. نروح على المينيو. نخسر عليكم. في الروك حجر. هذا ألذ واحد صراحة. هذا الأصفر. نشوف المكان اللي نضرب فيه. شوي صعبة. ضل واحد. هذا طبعا الحلو فيه لما تضرب لازم تمسك بستين، فبصير سريع كثير، كثير سريع بينزل. سيب محاولات. نضرب هاي الخشبتين لانه هاد سريع. يا سلام. صدق كيف ما وقع اللي هناك. نضربوا عليه. خلص هيك خلصنا. هوبا. هوبا. هيك خلص مسكناه. 30 جول. هوبا. جول السفاري. ها
انا كان اضرب الترين مش خلص خلصنا نروح على المراحل غير الصخر في الثلج 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 ما خلصها فوق خلينا نضرب فوق يا سلام بس في واحد لسه ايوه ضل هذا بس حلو يا سلام فزت تعال انت الحصان تعال ايوه واحد واحد البالون هلا نضربهم الثلاث ثانية الآن ايوه بس خلص ممتاز خلصنا شفت هاي الأخيرة اوكي نلف هون اعتقد لازم لازم نقع هاي الصخرة مش عارف ليه نجرب لا راح تجرب والله ظبط الجمال حاسس ممتاز ما هاي حرب طبعا حرب هاد لازم نفجر زيت ممتاز هاي المرحلة الأخيرة يفتحناها قدامكم نشوف مكان روعة صراحة هذا الأزرار للصوص ليش ما انفجرت هاي الثانية؟ هذا بنضرب عليه بس خلصنا المكان هاي الصخرة لازم تروح الصخرة الثانية في مكان ثاني هو في شغل خلينا نجرب نقع من هون هاي الصخرة هاي الخشب هاي الخشب تمام لا هاي اخر اليوم يا سلام اول شيء نروح هون نعمل نفس الحركة هو عليك الاشي ايوه يا سلام نرجع نضرب هذا البيت بس يا سلام 100% كلهم هون طلعوا يا سلام ايش هاي؟ شو البيض؟ ختمتها يا جماعة خلاص سبوكي مود شو هذا سبوكي مود؟ يعني فيها مود كثير يا جماعة اللي حاب يجرب نشوف شو المود ها معاكم هم زومبي يعني مود زومبيز و سبب تمام
اتمنى تكون عجبتكم اللعبة يا جماعة. ان شاء الله برجع لكم بعد 3 ايام بلعبة تانية ان شاء الله. اشوفكم على خير يا جماعة.